Good morning, Primary One. How are you today? We will speak about discover term one, theme one. Who am I? Who am I? Man Akun. Chapter four. Our community. Our community. Muktamana. Lesson 5, 6, and 7. Okay, primary. Now, your primary. We will speak about important jobs. Important jobs. هنبدأ نشوف بعض الجوبس المهمة ونتعرف عليها ونقسمها لتو جروبس. جروب اسمه industrial job. industrial job يا ولاد اللي هي الوظائف الخاصة بالصناعة او بالمجال الصناعي. اوكي والindustrial jobs يا ولاد make new things or fix broken things. يبقى الindustrial jobs او الجوبس اللي هي خاصة بالمجال الصناعي دي يا اما make new things بتعمل حاجات جديدة او اشياء جديدة or fix broken things او بتصلح الحاجات اللي هي المكسورة والبيضة. تمام. طيب اما the second group اللي هو not industrial jobs دي ايه؟ دي jobs help people learn stay safe or stay healthy. يبقى الجوبس اللي هي خاصة بانها help people learn بتساعد الناس ان هما يتعلموا stay safe او يبقوا بامان or stay healthy او يبقوا بصحة جيدة. هي دي يا ولاد الindustrial not industrial jobs. اوكي تعالوا بقى نشوف examples على الindustrial job. الindustrial jobs the first example معانا engineer. engineer اوكي يبقى الengineers دي من الjobs اللي هي industrial jobs. يبقى الengineers من الindustrial jobs من الوظائف اللي هي الصناعية او الخاصة بالمجال الصناعي لان طبعا احنا عارفين ان الengineer برافو عليكم build the new buildings بيبني المباني الجديدة وطبعا دي حاجة جديدة زي ما احنا اتفقنا. يبقى مدام حاجة جديدة يبقى industrial jobs. pottery maker. pottery maker اللي هو عامل الفخار طبعا بينتج لنا يا ولاد شيء جديد وهو الشيء الفخار اللي احنا بنشوفه سواء كان فازة كان كوباية كان اي حاجة دي يا ولاد حاجة جديدة يبقى طبعا هنعتبرها من الindustrial jobs. carpenter. carpenter يا ولاد اللي هو النجار طبعا الcarpenter يا ولاد يا اما fix broken things بيصلح الاشياء المكسورة او ايه او make new things او بيعمل اشياء جديدة. وبرضو يا ولاد احنا قلنا اللي بيعمل الحاجتين دول مين؟ برافو عليكم الindustrial jobs وعشان كده حطيناه في الجروب ده. تعالوا نشوف مع بعض picture number 4 farmer. farmer farmer يا ولاد اللي هو المزارع طبعا احنا عارفين ان المزارع بيكون شخص بينتج لينا اللي هي الفودز. اوكي فهو بينتج شيء جديد يبقى ده هنحطه فين؟ شاطرين في الindustrial jobs. يبقى احنا اتفقنا ان الindustrial jobs دايما يا اما بننتج حاجة جديدة او شيء جديد او بنصلح حاجة مكسورة. وthe last picture معانا baker. baker يا ولاد اللي هو الخباز وطبعا احنا عارفين ان البيكر ماله؟ برافو عليكم bake a bread بيخبز الخبز. تمام فطبعا البريد ده حاجة جديدة هو منتج هو عامله عشان يكسب منه الفلوس او الماني اللي هيصرفها على نفسه فيبقى ده يعتبر من الindustrial jobs. برافو عليكو. تعالوا بقى ندخل على not industrial jobs هتكون such as doctor. doctor لان الدكتور helps people stay healthy يبقى ده من not industrial jobs. the second picture teacher. teacher طبعا التيتشر يا ولاد ده بيعمل ايه؟ برافو عليكم help people learn بيساعد الناس ان هي تتعلم وعشان كده حطيناه في not industrial jobs. و the third picture معانا firefighter. firefighter رجل الاطفاء وطبعا رجل الاطفاء بنقول ان هو ايه؟ help people stay safe ان الناس تبقى بامان. تمام فده يا ولاد
بيساعد الناس ان هي تكون بأمان، وعشان كده حطيناه في النوت اندستريال جوبز، لان طبعا دي من الوظائف اللي هي ملهاش منتج، لكن هي بتساعد الناس ان هم يبقوا بصحة جيدة او يعيشوا بأمان او يتعلموا. يبقى احنا يا ولاد قسمنا الامبورتنت جوبز بتاعتنا لتو جروبس، اندستريال جوبز ونوت اندستريال جوبز. الاندستريال جوبز اتفقنا ان هي الجوب اللي انا بحصل منها على منتج او شيء جديد، على برودكت تمام، او حاجة جديدة، او ان انا فيكس بروكن ثينكس، الاشياء المكسورة بنصلحها تمام. واتفقنا ان عندنا الانجينيرز اوكي والبوتري ميكر والكاربنتر والفارمر والبيكر، كل دي من الايه اندستريال جوبز. طب والنوت اندستريال جوبز such as دكتور تيتشر اند فاير فايتر. Now your primary construction workers. Construction workers هنتكلم عن عمال البناء، واعطينا activity كده صغيرة كreview بقى للي احنا اخدناها في الليسون. Use your pencil to draw a line from the construction worker to the important thing he or she needs to wear or use to do the job. يقول لنا يا ولاد استخدم قلمك الرصاص عشان ترسم خط كده من ال construction worker، من عامل البناء ده، to the important things ونوصل بينه وبين الشيء المهم جدا اللي هو او هي needs to wear، بيحتاجوه عشان يلبسوه، or use to do the job او بيستخدموه عشان يؤدوا الوظيفة بتاعتهم. يبقى ال construction worker اهو يا ولاد بالشكل ده، وحوالي some of things المفروض ان احنا نختار things اللي هو بيستخدمها في الورك بتاعه. اوكي زي ما احنا يا ولاد شايفين مع بعض هنا الانجينير حواليه some of things تمام، المفروض نختار فيها مين اللي هو بيستخدمه في التولز دي. تعالوا نبص مع بعض. the first thing هنا دي اللي هي tools box، اوكي صندوق المعدات، وفي اللي هو المنشار والشاكوش والحاجات دي. يا ترى الكونستراكشن وركرز محتاج الحاجات دي؟ اكيد برافو عليك، وعشان كده هنوصل بينها وبين الايه الكونستراكشن وركر. طيب يا ترى الكونستراكشن وركر محتاج البل، محتاج الجرس؟ اكيد لا، فمش هنوصل بينه وبينه وبين ال construction worker. طيب ال construction worker used stethoscope. stethoscope يا ولاد اللي هي سماعة الطبيب، هو بيحتاجها؟ اكيد لا، فمش هنوصل بينها وبين ال construction worker. طب ال construction worker محتاج الشوز اللي هي شكلها زي الهاف بوت دي وعالية شوية وبتكون ضخمة كده وجامدة؟ برافو عليك، هو بيحتاجها فعلا، لان هو بيمشي يا ولاد وسط حاجات كده اللي هي الادوات اللي بيستخدموها في البناء. طبعا بتكون فيها بعض المواد الجامدة قوي اللي محتاجها عشان يقدر يمشي عليها الشوز القوية دي. اوكي طيب، وذا لاست ثينج معانا او ذا لاست تول معانا دي اللي هي هلمت. هلمت يا ولاد اللي هي القبعة، وبتكون هارد هات اور هارد هات، قبعة ناشفة شوية تمام وجامدة كده عشان تحمي ال construction workers من ان لو حاجة وقعت عليهم ما تأذيهمش في دماغهم. اوكي طيب يا ترى هو بيحتاجها؟ برافو عليك، وهو فعلا في البيكتشر لابسها، يبقى احنا هنوصل بينها وبين ال construction workers. اوكي برايمري، يبقى احنا بكده عرفنا ايه هي ال important jobs وقسمناها ل two groups، ان اندستريال جوبس و نوت اندستريال جوبس. وعرفنا ان الاندستريال جوبس دي اللي فيها بيكون فيها منتج او برودكت انا بستخدمه او سلعه انا ببيعها تمام. النوت اندستريال جوبس دي وظايف بنقول عليها وظايف خدميه، اوكي برايمري اللي هي بتساعد في التعليم، اللي هي يا ولاد بتساعدنا ان احنا نتعلم او ان احنا نحافظ على صحتنا تمام، او بنحافظ على حياتنا. اوكي يا برايمري